المعلم معه حق اختي يالا، لما بيكون الموضوع حياة شخص آخر ما لازم نتركها على سبحانية وما نتركها من دون تدبير. طيب إذا بنعمل مثل ما عملنا قبل هاي المرة، إذا أخذنا منه المستند وقبضنا على عدنان وبعدين كلياتنا بنروح وبنسلمه بإيدينا للشرطة، ها؟ ليش لا؟ ما بيصير معلم، دقيقة بس، كأنه غيرنا المواقع كرمو حبيبي. لا تنسى إيجاد الأفكار الخارقة شغلتي أنا طبعاً، على قد أنت ما عشرتني زرقت الصنعة مني وصرت نشغل مخك على ليلة العادي. ولك برافو عليك. تمام كرمو تمام، لا تسمع لهذا المجنون، أنا هيك رأيي كمان. عدنان رح يحاول يوقعنا بالفخ، بس هاي المرة نحن اللي رح نوقعه بالفخ. تمام مثل ما قلتوا رح يصير. تمام يلا، وضع عياش منيح، إذا ارتاح شوي رح يرجع لطبيعته. لا تنسي تنظفي الجرح وهيك رح يكون تمام. أما نحن فرح نروح نخلص موضوع عدنان. ولك أنت منيح حاجة تمثيل. عدنان عدنان، أنت عم تسمعني؟ الله لا يوفقهم، ما رح يتركوني بحالي. عدنان عم تسمعني؟ عم تتأخر طارق، عم تتأخر كتير. العسكر هون وعم يدوروا علي، إذا بتعجل بيكون أحسن. أبلام بالاتفاقية يا عدنان، بس بدي إياك تجي لحالك وأنا كمان رح أجي لحالي. تمام طارق، تعال على النبعة يلي بطلعت المنطقة، رح كون هنيك. تمام عدنان أنا جاي. انتبه ابني، أختي ديالة أنت كمان انتبهي لحالك. يلا يلا عجلك شوي طارق. تمام تمام يا عدنان، أنا ما بطول. لا تخافي ديالا، بإذن الله هي كمان مقدور عليها. بس شو الفائدة طارق؟ أنت ما رح تكون معنا، ما رح تقدر تشوف البيبي الصغير. أول ضحكة وأول كلام وأول روحة على المدرسة، وإنهم يكبروا من غيرك طارق هذا أكبر ألم بحياتي كلها. مو طالع بلقيت شي يا ديالا، يعني على القليلة أنت كوني على رأسهم لحتى ما يكونوا محرومين مني ومنك. يلا يا رجال خلونا نمشي. تمام طارق. ايه اختي، اذا كان اللي بطنك ولد سميه زيدان طارق كايا. زهراء علوش، لوين رايحة؟ ليش ما ضليتي بمكانك؟ ها؟ رح نروح زهرة، ما تاكلي هم، رح نروح زهرة. يلا 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 انقضي يلا. عجلي وقفوا، لك سلموا حالكم. علي زهرة، انتوا انتظروني هون. تمام روح صفينيك. يلا يلا زيدان يلا. ها لك شو عم بيصير كمان؟ وقفوا وقفوا.
وقفوا سلموا حالكم، ارموا سلاحكم. تمام تمام، رح نسلم حالنا بس مو هلا، مو هلا. يلا يلا هربوا الحقون. وقفوا لعمة. لك من وين طلعت الشرطة كمان؟ زيدان زيدان انتوا روحوا وانا رح روح لحالي. انتوا الهون تمام؟ اذا صار لي اي شيء لازم توصلوا لهي الافادة، لا تسمحوا لن يحكموا على ديالة ابدا ابدا. تمام طارق، لا تشغل بالك انت. يلا تفرقوا يا شباب. يلا يلا يا شباب يلا تفرقوا. يلا 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 وقف وقف، لا تتحرك. اتركوني، في حساب لازم خلصه، اتركوني حتى اروح. حساباتك بتأجلها لبعدين دكتور، لأنه هلأ رايحين. كاب يا معلم. من متى زيدان؟ شو رح نعمل هلا؟ رح نعمل اللي قال عليه، رح نروح وناخد المستند من عدنان. المشكلة إنه ما عنا حل تاني يا عزو. ديالة أمانة المعلم طارق، ما فينا نسلمها للمحاكمة أبدا. صحيح كرموه، يلا خلونا نروح. يلا طارق وينك لهلا؟ أنا خشبت هون. إذا حاولت تلعب معي أي لعبة ما بنصحك أبدا، دمر لمرتك. ما تاكل هم، مانو بوضع يسمح له إنه يلعب. مسكنا الدكتور والمستندات بإيدنا، شو نعمل؟ خفيهم كلهم، بدي يختفوا كلهم. طبعا رح أخفيهم كلهم، بس بتعرف ما أنا سهلة، بدك تحرق وتجازف، فيها مخاطرة. قول ما تخاف قد ما بدك وزيادة رح تاخد. إذا بدك كاش وإذا بدك رح نحولهم لحسابك. عمل اللي قلت لك عليه، محيهم كلهم، حرقهم كلهم. خذوا لغرفتي. أمرك. امشي، يلا امشي. سيدي اتركوا لطارق بيك. هدول هنين المستندات؟ أين عم سيادة المدعي؟ لسه ما خلق اللي رح يقطع عمر إلقاء القبض. مو على الفاضي تبهدلت هون. هلا حط لي المستندات قدامي. استغفر الله سيادة المدعي العام. تفضل سيدي. بدي إياه لعدنان، وإذا هذا الأمر ما تنفذ وبأسرع وقت ممكن رح نبلش بالتحقيق معكم أنتو. تحركوا بسرعة. تفضل طارق بيك. سيادة المدعي، زوجتي انقبض عليها من قبل فريق قسم مكافحة الإرهاب وبالقوة وقعوها على إفادة، بالتعذيب خلوها توقع. لو جابوها لي سهلة، بس ما بتوقع أنه نجيبوا لي إياها. بس إذا بتسمح لي بروح وبجيبها من إيدهم. لا تأخذني، ما فيني أعمل هيك. مرتي حامل وحضرتك بتعرف إنها بريئة، وكمان بتعرف بأي شروط وقعت عليها، ما فيك تعمل أي شيء. أنا عم بعمل اللي بقدر عليه طارق بيك. عدنان ورجاله كمان رح أحبسهم، وكل اللي وراهن كمان رح ينحبسوا. لبين ما أصل للسيد غريب كلهم رح ينحبسوا. بس أنا كرجل قانون، زوجة حضرتك ما فيني أعمل لها أي شيء. طارق بيك بدي إياه بالمحكمة، وبدي أخذ إفادته كمان، وبعدين أنا رح أطلب من المحكمة إنه يصدروا الحكم حتى تاخدوا أنتوا على السجن. أمرك سيدي، تفضل. لازم أهرب، لازم أهرب. يا ربي تسامحني بس لازم أهرب، لازم. يلا أمشي لشوف. عجاج خلص صار انمسك، والمستندات كمان تحت الحماية. كتير حلو، نفدى منهم وقريبا رح نسافر من هون. إذا طارق مو هون نحن هون يا عدنان. معك حلمك الأسود وسبع الجبال زيدان. أنتم محاصرين، سلموا حالكم. ولك وينكم انتوا؟ لك طلعوا لشوف. لا تحكي كثير لانه بتموت فورا.
شو عم بصير ولك؟ نحن بحق للغام ولا شو؟ وينكن ولك؟ اطلعوا لشوف. اسمع، اذا بدك تعيش سلمني افادة ديالة عدنان، والا هاي الجبال بعملها كفن لجسمك الوسخ النتن. بيقولوا عنا رجال المقاومة، ولما بينقطع الامل نحن بنطلع. انت محاصر يا عدنان، سلم حالك، وغير هيك تعطيني المستند. يلا عالفاضي عم تحاولوا، اذا بكون بجهنم لا تحلم تاخذوا مني. لك شو عم بصير؟ عجاج خذ هي وعلموا الدعي العام فورا، بس اصحك ترجيها للمدعي الجديد. ايه ماشي، ولا يهمك معلم. هذا الرجال حط راسه براسي، انا وهو رح نتحاسب بالسجن بقى. يلا يهرب يا معلم. ولك من مين عم يهرب هذا؟ سلم حالك عدنان. تمام رح سلم حالي، لا تقصوا علي. كنت الملك بالمنطقة مو هيك؟ بس وصلت لنهاية الطريق يا عدنان. رح تتحاسبوا على اللي عم تعملوه. أنا تقبضوا علي، وشو يعني الملك؟ رح تعرفوا بعدين. لا بقى تتعب حالك على الفاضي، المستندات صارت بيد المدعي وقرر محاكمتك من زمان. تحرك يلا. يا الله ليكوا على هالشغلة، انقبض عليه كرمه عزه. لك رح يقبضوا على ديالة هيك؟ رح نسمح بهذا الشي زيدان؟ خلينا نخطفه أخي زيدان ومناخده على المقر تبعنا، ما حدا رح يلاقيني أحسن من أنه يدخلوا للسجن. أصلاً ما ضل عنا حل تاني ليك على هالشغلة. تصور ديالة تعيش بالحبس والأولاد ما رح يتعلموا. بسيطة عزو كرمو، خلونا نعمل هيك هلأ. تمام عليك، بس لازم نلاقي حل بسرعة. يلا روحوا رح نخلص أختي ديالة. يلا تحركوا يلا يلا عزو يلا بسرعة. يلا يلا, يلا بسرعة لشوف. ماما؟ إبراهيم؟ إبراهيم؟ ماما حبيبتي؟ يا عمري يا روحي أنت، اشتقت لكم كتير ماما. صحيح بابا بدهم يحطوه بالحبس؟ سمعتي اللي صار ديالا خانو؟ طارق انقبض عليه، وبخصوص حضرتك قال إنك معرضة للخطر، رح طالعكم من المنطقة على الأقل لتهدى الأمور شوي. قبضوا عليه لطارق؟ يلا يا بنتي استعجلي قبل ما تطلع الأمور عن السيطرة. عيا جوا حاج عبد الله، أنا فحصت له الجرح حالته منيحة. أنا بهتم فيه يا بنتي، يلا أنتي روحي واعملي اللي قالك عليه. يلا ابني. بس ماما أنا بدي إياه لبابا. إبراهيم لا تزعل أمه، نحن شو حكينا على الطريق يا ابني؟ تمام عمو عبد الله. في أي أخبار عن صافي حاج عبد الله؟ حالياً ما في أي أخبار عنه. طيب ليكون عدنان قبض عليه؟ أنت لا تفكري بصافي يا بنتي، يلا أنتوا روحوا بقى. يلا يلا نزيل عجلي. يلا زهرة كذي واقف انت وياها. معلم طارق واقف عنكم. معلم طارق شفعت الرهاب لا تقفوا. واقف الرهاب يا شباب. فين السلام انت؟ يلا سلام كون.
قائم مقام بيك؟ تفضل تخبى بالبيت. الله يحميك. انت روح من هاي الشارع. راحوا قائم مقام. بتشكرك، الله يخلينا اياك. يحميك يا ابني، باذن الله منصور على اعدائك. تخبي 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 زهرة. علوش، علاء وينه؟ كان عم يدور عليكي، مين بيعرف وينه هلا؟ يلا خلينا نروح. علوش، ساعدنا كل هاي المساعدة، معقول نروح قبل ما نلاقيه؟ مو هو اللي قال روح وخذ زهرة؟ رح نروح من هون فورا، هاي المرة عن جد رح نروح زهرة. يلا. اختي ديالا، اختي. حجي، ديالا وينها؟ شوفي زيدان، ديالا راحت. بعتن مع المساعد فاروق لخارج المنطقة. ألف حمد وشكر لك يا الله. إيه والله الحمد لله. من هون. عزو، اسمعني عزو. أمرني معلم. تتنصت على سلكي، تحسبا يعني، لنكون جاهزين. تمام معلم زيدان. يلا، بسرعة. يلا، فوتوا يا أولاد، فوتوا. عياشي، عياشي كيفك ولك؟ العم حرارته مرتفعة كتير. بابا. يلا عزو، يلا، يلا. بابا لا تتركوني. اطلعوا لبرا ولك، بدي اعمل احصاء، اطلع. يلا. لا كان هو له علاقة مع العسكر، ولا اللي قتلوا كان منه. كلهم كانوا رجاله لغريب بيك. مشان هيك أندير قتلوا لأبوك. باسم دولة كردستان من مقام أوندير، القرار صادر ومثبت بالتنفيذ. يا حقرة يا كلاب، ولك انتو دمرتوني، دمرتوني ولك. شو هذا اللي هون ولك؟ شو هذا اللي مكتوب؟ شو هذا اللي هون ولك؟ على اساس انت قائد، ليش قتلت ولك؟ ليش؟ حاسبكم كلكن ولك، يمين علي رح حاسبكم كلكن، ودم أبي ما رح يروح هدر ولك، دم أبي ما رح يروح هدر ولك. ألو نزار، شو عملت؟ بالمنطقة قربت وصل. المهمة تغيرت نزار، رح أقول لك مهمتك الجديدة. بدك تخطفوا العياش. نداء من المركز إلى جميع الدوريات، تم مشاهدة ديالا كايو وهي منتشرة في مخرج المنطقة. قطعوا الطريق وألقوا القبض عليها فورا. مفهوم، تمام. رح يمسكوا لها ديالا معلم. سمعتوا لك، مالي أطرش. ديالا طارق، ديالا طارق، طارق شلون خلصت منهم هيك؟ ديالا وينها يا زيدان؟ ديالا كايا تمت مشاهدتها بسيارة، قطعوا الطريق عليها فورا. مفهوم مركز. زيدان شو هذا؟ الحجي هو مساعد فاروق رح يساعدها، رح ياخذهم هي وابراهيم للمقر تبعنا.
دخيلك يا الله. معلم بيدان استنانا يا معلم بيدان هو يلا طيب. واقف صف على اليمين. الشرطة تخبي. عجلي زهرة كدي. يلا. لوين رايحين يا عصافير الغرام؟ انتوا شو عم تعملوا يا شباب؟ لا تأخذنا سيدي، بس وصلتنا إخبارية إنه ديالا كايا مخباية بسيارتك، يا ريت تسمح لنا إنه نفتش السيارة. رايحين يتجوزوا، رايحين يبنوا عيلة، ما راح خليك تبلعون. والله وهي طلع لك عاشق جديد كمان. زهرة عن جد عندك عشاء كتار ما شاء الله، ليالك والله. انت شو عم تقوله؟ لا لا هبل، ان شاء الله نفكر انه هذا الرجال جاي يساعدك على سواد عيونك. وهذا كمان حبيبة لزهرة من المعسكر، عشقان زهرة وغرقان بحبها. كذبوا لك؟ ها؟ بحمايتك لديالة بتكون عم ترتكب ذنب. ديالة خانم رجاء انزلي من السيارة. مقبوض عليك يا ديالة خانم. ديالة خانم. داخل ساعدوني، لازمها مستشفى فورا. ماما كرمال الله لا تموتي ماما. ديالا ديالا طارق كايا طارق طارق اشبكوا طارق طارق وقف 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 عندك وقف عندك وقف عندك ما راح خليك تسلم حالك. يلا طارق يلا يلا عجل. مركز 45 تمام مشاهدة طارق واصدقائه وعدم خروج المنطقة، يرجع رسالة الدعم. ديالا طارق ديالا طارق اتركن هنن يساعدوها. معلم لك عزو معلم وين هنك يا معلم؟ معلم وينكن انتو لك؟ وينكن لهلا؟ معلم لا تروح، لسه في عنا شغل لسنة، لسه راح نخلصها لسهر. عدنان السافل بعدنا قدير. معلم ما فيني اتركها يا معلم بهاي الحالة، ما فيني اتركها. طارق اهدى شوي، ما فينا نعمل اي شيء، لازم نبعد من هون، نحن اللي راح نبرق ديالا. يلا طارق يلا يلا شباب استعجلوا شوي. يلا يلا معلم. ماما كرمال الله افتحي عيونك ماما، كرمال الله لا تتركيني. يلا عجل شوي يلا وضع عم بين مو منيح. ماما لا تروحي وتتركيني. يلا امي هذا الحكي مزبوط؟ كل هاد كان كرمال زهرة؟ احكي لي شوف. مزبوط زهرة؟ اتركك من هذا الحكي علوش، خلينا نروح من هون. لكان انت كمان كنتي بتعرفي شو اللي صار بيناتكم؟ ها شو صار؟ اصحى لحالك علي، عم تسمع الحكي اللي عم تقوله؟ شو هذا اللي عم تفكر فيه؟ يلا علوش روحوا من هون. مو رايح لأي مكان قبل ما تجاوبني على سؤالي. جايين؟ يلا روحوا خلصوا حالكم وعيشوا حياتكم. يلا
جاوبني وإلا ما بروح لأي مكان. بدي المحامي تبعي، بدي المحامي تبعي، ما فيكن تحكموني هيك، ما فيكن تحجزوني ابدا. مين قال هذا الحكي؟ ما تاكل هم، تارلي بدهم يكونوا المحامين تبعك، بس ما حدا منهم ممكن يساعدك. انا عسكري وانا بيحاكموني بمحكمه عسكريه، طبعا اذا في تهمه. قلت لي عسكري؟ انت عسكري لاي دوله يا بيك؟ مين بتخدم؟ احكي لشوف. بما انه سمحت بإهانة العسكر التركي، مستحيل تكون من العسكر التركي. بعدين التهمة تبعك تابعة لمحكمة مدنية، ما تاكل هم. بعدين رح تتحاسب يا حضرة المدعي. انت السيد غريب اللي حاميك، لا يكون عندك ادنى شك، لانه الدور جاي كمان. امر القاء القبض على السيد غريب، روحوا جيبوا لي اياه لهذا الدجال. ما تاكل هم، رايح جيبه واجي فورا. انتو مو عرفانين خطورة اللي عم تعملوه؟ لا، نعرف، ولأنه منعرف عم نحاول. ما فيهم يتحكموا فيني من عندهم، بالكتير بياخدوا روحي، وهي أمانة الله وبيكون استرجعها. بدي أحكي تليفون واحد، بدي أحكي مع عائلتي. انت ما سمحت لحدا باستخدام هذا الحق، أكتر الناس براءة ونظافة، بالتعذيب عملت منهم أعداء للوطن. هي هي خدمة الدولة تبعك؟ دقيقتين وبس، لا تتركوه، دقيقتين وبس. هاي محادثة خاصة. هون ما في شيء اسمه خاص عدنان بيك، هاي حدود حريتك، يا اما ما بتحكي او بتحكي بوجودي. ألو، مين معي؟ ألو غريب بيك، أنا عدنان، مسكت وأنا بالنصارى، رح يحبسوني، أنا بحاجة لمساعدتك. مو دائماً رح تكون فوق العين يا عدنان، تعلم كمان أنه تكون تحت. أنا قلت لك أنه ما رح تكون الشغلة بهي السهولة. أنا ما قلت لك لا تنمسك؟ وما قلت لك حلا؟ أنا ما فيني أعمل أي شيء بنوب. إذا بدك ممكن ابعت لك دخان على السجن. ما رح يكون في داعي، من دخلهم سوى لسجاير، هلا جايين ياخدوك. انت كمان صدر امر بإلقاء القبض عليك. امر قبض علي؟ شو فاكرين حالهم عم يساووا؟ وهلا رح تساعدني ولا شو؟ ولا بقول كل شيء وعلي وعلى اعدائي. ما فيك تعمل اي شيء يا انتهازي. انا بورجيك قيمتك. كل هذا بسبب الدكتور عديم الشرف، كل هذا بسبب الدكتور سافل. الله يلعنك شو كلب. شوفي مرتو للدكتور انقبض عليها وحولوه على المشفى. حلو كتير، فورا بتروحوا لهنيك ولا تتركوها ابدا. هالمره ما بدي اي غلط، عم تفهم؟ بدي هداك الدكتور، عم تفهمني؟ بدي اياه وباسرع وقت. سعدنا يا جماعة بسرعة. على مهلكون. بسرعة بسرعة. على مهلكون. على مهلكون. شوي شوي. ماما. بعده بعده بعده. بعده على الطريق. بعد هيك بعد. بعده ماما. بعده يا شباب. أنا بدي ماما تركني روح لعندها. تركني. تركني. إذا بتريدوا بعده. النبض عندك كثير ضعيف، لازم ندخلها على العناية المشددة. بسرعة بسرعة. ماما 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 ابراهيم ماما. وقف. تعال حبيبي. ماما اتركني روح لعندها، أنا بدي ماما. ساعدوها. شباب افتحوا عيونكم منيح، رح يحاولوا يفوتوا لهون، لما يوصلوا بدي تلقوا القبض على الكل، كلامي مفهوم؟ ما قدرنا نلحقهم سيدي. نعرف انهم موجودين هون، هنن بالمنطقة،
ما رح نسمح لهم يطلعوا برا المنطقة. اليوم بدنا نلاقيهم. أمرك سيدي. دخيلك يا الله. العم هدول شو عم يعملوا هون؟ لك طارق، لك والله العظيم اللي عم نعمله جنان وعم يعرضنا للخطر. عزو، لازم نتسلل لجوا وبهالطريقة منقدر نعرف وضع لديالة. لا تاكل هم يا معلم، لا تنسى انه بيقولوا عني 00085 9. عزو المخترع، عزو يلي بتعرفه مثل النسمة ومثل الهوى ولا مثل الغيوم، يعني الحقيقة. ولك عزو اترك الحكي الفاضي، باخذ 8 و9 وبتضل 00. يلا عمل اللي قال لك عليه المعلم. يلا شو هذا المخلوق بالنهايه؟ يلا شو صار لك انت ناوي تفضحنا من هاي الجهه؟ شو يلا روح يلا. هذا عزو ابدا ما رح يصير رجال كرمال الله روحه من هون. مظبوط، انا حبيتها لزهرة بس حبيتها من بعيد. علوش شو عم تعمل؟ معك حق علوش، شو ما قلت معك حق، بس بتعرف ما فكرت بشي مو منيح. هذا بيرجع إلها ولقلبها. أنا بدي تكونوا مبسوطين وبس، أصلاً حياتنا راحت ونحن بالجبال. روحوا يلا، إذا أنتوا خلصتوا هي أكبر سعادة بتعطوني إياها. مظبوط عم يحكي علوش، ما عملنا أي شي غلط والله. لا تأخذني، ما قدرت أتحكم بحالي. أنت كمان تعا معنا، خلص حالك. علي مو مثل ما أنت مفكره كابتن علاء، يلا أنت كمان تعا. أنا ميت بالأصل زهرة، ما ضل شي يعيش من شانه، بس أنتوا روحوا. يلا بقى ليكن جايين، وانت كمان بدك تروح معنا. يلا روحوا عجلوا، يلا يلا روحوا خلصوا حالكن. عندك ارمي سلاحك. روحوا قول علاء. لك علاء انت مجنون شي؟ دمرت حياتك كرمال هاي البنت؟ لك عائل ما بيعملها. شو طلع لك انت؟ شو نابك من كل هاد؟ انت شو اللي نابك؟ ما ضل شي وما عملته فيهم. وجدانك مرتاح هلا؟ وجدان مين ولك؟ مرني غريب بيك، تفضل سيدي. علاء معنا سيدي. تمام غريب بيك جايين فورا. مو الوجدان، الجزدان المهم بهي الامور، لسه ما تعلمت؟ خذوا له هذا العاشق وسلموا لي اياه للتنظيم، وخليهم يعلموه شو يعني وجدان وشو يعني محاسبة. يلا يلا حركوا قدامي. عندك كابتن زعيم؟ نزلوا سلاحكن ولك نزلوا، وإلا ساعتها ما رح أحسب حساب لا أوندير ولا غيره. شو في زعيم؟ طار عقلك يعني؟ نزل هذا سلاح، الشيطان شاطر. ليش في شيطان وأنت موجود ولك؟ بالأصل أنت الشيطان، نزل سلاحك ولك. أنت بتعرفه لأبي ما هيك؟ ها؟ اسمه رامز، وانقتل بخيانة. تذكرته لك يا سافل؟ شو عم تقوله لك؟ لك انت لمين عم تقول سافل يا قرد؟ ولك موتك بأرضك. اوعك تتحرك هون ديركو.
اللي قال لي الخارق انت، ولك انا راسي مصنوعة من الحجر. مين هذا الخارق؟ طول بالك وهذا زعيم، شو عم تحاول تعمل؟ عملت منك رئيس دولة المنطقة وانت افضل رجالي، هاي بتكون مكافأتك لي يا زعيم؟ قول لشوف هذا اللي طلع معك. مكافأة لك هان لانك قتلت ابي، بدك ياني علق لك ميدالية؟ ولك شو عم تقول زعيم؟ ما عم افهم عليك. تعال معي لا رح تفهم بعد شوي. تعال. زعيم انت جنيت يا ابني، اذا صار لي اي شيء العناصر اللي هم ما بتركوك بحالك. هدول ما رح يلمسوني اونديركو، انا بكون الكابتن تبعهم. اذا عرفوا الحقيقه بالاصل اللي لشوف كيف بدك تنفذ من بين ايديهم. ها زعيم، لك هذا اخر انذار لك. كع انت كمان غسلوا مخك؟ مو معروف اي شيء، بس انا شفت اللي شفته، وهلا وقت الانتقام تبعي اجا. احكي هلا اونديركو، كيف قتلته لابي؟ ها كيف قتلته؟ نحن ما قتلنا لابوك زعيم، فهمها، مو نحن قتلناه، الشرطه قتلوه، نحن ما قلنا اي ذنب. كل هالسنين عم تكذبوا علي، وكل هالسنين كرمال موته لابي رميت حالي على الموت كل يوم. انتو دمرتوا حياتي وصرت زعيم تاني بسببكن. ولك رح اقتلك يا كلب لهون وبس، حتى الدعاء ما رح اسمح لك فيه. لا توصوا لك. لا توصوا. لا توصوا لك. لا توصوا علي. ولك اونديركو مات، يعيش زعيمكم. يا خواني هيك كان لازم يصير، كان لازم تطيعوني إلي ولك. لا زعيم، مستحيل، ما بيصير، مستحيل. زعيم في لحالك بقى، شو صار لك؟ ولك لا تكون لساتك نايم. ها ما بيصير هيك. شو يلي ما بيصير؟ ولك ولا شيء، ولا شيء، بس ما بيصير هيك. كنت شارد وبس. لا تشرد كتير زعيم، قبضوا على عدنان ورح يقبضوا على غريب بيك كمان، رح يبعتوا لعلاء، عقابه لازم يكون قاسي، وبسبب هديك المستندات الأمور اتعقدت. روحوا جيبوا العلاء. تمام، ما تاكل هم أوندير، موضوع علاء انتهى. شو عمل الزلمة تبعك؟ دخل بين المقاومين؟ طبعا زلمتي بموقع. حضرتك لا تاكل هم أبدا، كل شيء رح يتم شوي شوي. هنيك أنا رح أشيل قلوبهم، وشوي شوي كمان صدقني رح أعمل مصارينك حبال وعلقك فيها، بس لسه في وقت. بالأول الزعامة رح تتحول إلي وبعدين حسابك.